مشكلتي هالمحبوب ما عم يرضى وقلبي أبد لليوم ما قعد حظه مشكلتي هالمحبوب ما عم يرضى وقلبي أبد لليوم ما قعد حظه كل يوم أقول اليوم يطلع خسارة واركض ركض تعبان بس ما كوتشان كل يوم أقول اليوم يطلع خسارة واركض ركض تعبان بس ما كوتشان حب أعترف بالروح حب ما هو موصول خلاني عشت وياه بالحيرة والخوف حب أعترف بالروح حب ما هو موصول خلاني عشت وياه بالحيرة والخوف كل يوم أقول اليوم وأفرح وأشجع مو بيدي يا هالناس لو أنا تبع كل يوم أقول اليوم وأفرح وأشجع مو بيدي يا هالناس لو أنا تبع حبها قدر مكتوب بس كل شي ضدي عند أصدقاء هواي بس حزني وحدي حبها قدر مكتوب بس كل شي ضدي عند أصدقاء هواي بس حزني وحدي ما ريد أضل مخدوع والبرج فاشل وعمل لجل محبوب ما عني سائل ما أريد أضل مخدوع والبرج فاشل وعمل لجل محبوب ما عني سائل لا صح عليك تحكي رغم الملامة لعيونك آمن الليل ما اقدر انام لا صح عليك تحكي رغم الملامة لعيونك آمن الليل ما اقدر انام اعرف وفاء قلبي واعرف حنان بالقلب يا المحبوب ثابت مكان اعرف وفاء قلبي
أمانة مركب هوانا هوانا من البصرة جانا. الله ترى عندي صوتي خبر بشرفي خبر. يعني لو حط عقلي بالطرب أسوي شيء مصيبة مصيبة. شعر وغناء وطرب ومثال. راح تشوف وضني ايش عندك. قل لي سعد ما شفته؟ هسه ما تقول لي تشلبت لسعد شديت قورك ويا بابا سعد من يوم اللي الله وفقه واخذ ام عدنان تعيش بعد ما شفته. ولك خسر على شيء؟ لا سودة عليه زين ما قور عليه حبيب. لك بابا هسه ابو سعود يصبح تقلاه الظهر حميس بالليل باشات وزنود والضلوع تهففوا لك مو مثل حالك كاتلتك الفلافل مخليتك بس الشاصي. اخ حتى الشاصي ناصي. وحيدا مين تراجل هاي يا بنت هاي سعد 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 قوم اقعد يا سعد. منو هاي بعد هاي منو خير خير صار لك 7 ايام نايم قوم اقعد. اذا خليني اكمل نومتي يا معدنان الورده. شنو خليك تكمل نومتك قوم اقعد فضلي يعني تقوم تقعد. هسه ما تقول لي شنو دير معندي شريط من عندك تقوم تشتغل حتى غير ايش لون هذا اللون. اشتغل اي لا شو اسوي ولو ايش اشتغل يا ابي. لا شو صور قابل اني مليونيرة؟ ام عدنان الورد عيني ليش اشتغل واتعب نفسي واجيش نقضان؟ ابقى هيك مرتاح لان انت عندك فلوس امتلتله يا ام عدنان. هاي يا فلوس يا فلوس المعزايه هذه بابا انت متوهم. اي يعني انت تثبتيلي انه انت مو مليونيرة دي لازمي لازمي صيت الغنى ولا صيت الفقر. اسمع اقول لك اخاف سامع لك الشم حكايه من نام ترى اني كل الفلوس اللي عندي قضيتها على الزواج. زين زين وتالي ام عدنان تالي تقوم تشتغل غير سويتك سويت الزلم. ها الى شنو اشتغل اي اخ زين وش راح اشتغل يا ابي. اي شيء تشتغل ان شاء الله عسى ما تشتغل حمال. خسا خسا أنا وسعود تالي عمري أشتغل حمال يستحين. شوف أقول لك غصبا ما عليك تشتغل يعني تشتغل افتهمت؟ غصبا عليك؟ أي زين وإذا ما اشتغلت تطلع من البيت واشتكي عليك بالمحكمة وطالب بنفقة. حلو تهددني أم عدنان؟ طبعا أم عدنان أنا ما أخاف منك والله وإذا تبقين تلحين راح اطلقك. يا ريت يا ريت. ام عدنان انت طالق. عدنان انت طالق طالق طالق. شنو شنو طالق وانا ام عدنان. اي يابا امزين أمزين طلع حلم. يا بابا صباح الخير. هلا 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 بسعودي. شلون عندي بشارة لك ابو سعود؟ قول ابشرك. قول لقيت لك وحدة من صديقات ام عدنان. لوش شنو؟ لوش شنو حتخبرني؟ سوي روحك ما تدري؟ سوي نفسك زعطوط؟ عجيب لوش اخي احنا مو اتفقنا ازوجك ام عدنان؟ ها يابا اني اتزوج ام عدنان؟ مستحيل. لعد يابا الحكي مالنا صار اسبوع ونلطم وهلا ونلقط ونحفحف وروح وتعال المن صبوحي اعتبرني ساحب كلامي اعتبرني طفل اعتبرني زعطوط.
يمه مفيدة. ترى هذا سمير ما من وراء نتيجة. أدري ماما الولد مو أجل هنا وحكى وياك بكل صراحة. يا بنتي حكى وياي حكى وياي بس هو بحكي ما مطالي لازمة. زين أنت شنو رأيك؟ أنا رأيي لو الحكاية تصير إيه لو لا يجي ويتقدم لك ولا تصير ترى ما فيها معنى. بس ماما أني ماما لا تكملين لا تكملين. أنا وجبت هناني وقعدت قدامك وحكيت وياه وتنازلت له عن كل شيء حتى ليت بوحدك همينة ما ردت. هو الرجال صدق وبيفايدة على الأقل يرجع لي جواب بعد ما سأل أمه سأل أبوه. والله ما أدري شو أقول لك يوم أمه. لا تقولين شيء لا تقولين شيء. سمع حكايتي لو أرجع أعيد من جديد. ما أدري شو أقول لك يوم. بس غرفة نوم. أنا ما عندي غير هالكم ألف دينار اللي دا أشتغل بيهن. أما بالنسبة إلي فأني شغلي واقف تماما. وتالي تالي شنو بيدي؟ أنت ولد شاب وحدبر نفسك. بابا إذا زواجي ما ساعدوني عسى ما تقول لي شو تساعدوني. أنا قلت اللي عندي. وأنا همين حكيتوا لعدكم خلصتوا ارتاحيتوا. بسيطة أنا أعرف شلون أدبر نفسي. سموري دير بالك. أوف هذا بس لا يروح يسوي لنا دقة من هاي الدقايق ونبتدي. يعني إيش تصوري وين راح يشتغل؟ بس لا يروح للمكان اللي ما أريده يروح له. ها الله مصقبان. ها أريدك تعينيني على الوقت. ليش إيش قالوا لك علي؟ حلالك مشاكل اني؟ ايش بيك مشيت بسرعه؟ تسمعيني؟ قول. اريد اشتري غرفه نوم واتزوج. اها. اخاف هاي البنيه تلتقي وياها بالحديقه. ايش مدريش؟ ماكو شيء يخفى على ام صقبان. هسه ايش قلتي؟ على شنو؟ على مساعدتك لي. اشوف لك شغله. على شرط. لي قدام تعطيني فلوس غرفه النوم. لا. ليش؟ لأن لازم تشتغل وتجمع فلوس وتشتري غرفة النوم. خذلتيني مصقبان. هاي ايش بيك بس تتبشبج؟ مو دا اقول لك اشوف لك شغلة. اي شغلتي ايش؟ اها وين هذا صاحبك ابو لسان؟ انت مو تقولين اضوج من عنده؟ اي صحيح اني اضوج من عنده واموت من عنده بس الشغلة ما تدبرها وحدك اذا مو هو وياك. يابا وين القاك ابو سعود؟ يومي مكسور قلبي. هاي ايش راح يحلها؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقول له استاذ سعد ما قلت لي شنو الغير مخك عن شغلتهم عدنان؟ هي هي صبوحي شلون حلمت بيها حلم؟ ماكو فد ثلاثيه دفلع قصته لهذاك ما تستحيل. ايش كبرك تصير بعد؟ شنو حلم شنو مرعب عليه؟ لا 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 يا صباح انا احلامي كلها صادقه. اي بعدين من يقول هاي المرايه مليونيره؟ شنو انا قلت لك مليونيره شنو؟ شلون تثبت لي؟ هاي يقول لي شلون تثبت لي؟ كل عقله ما تشوفه يوميه ما شاء الله من تفوت يكتب وراها اربع خمس حلاليك جال وراها محابس. شلون يصير مليونير بعد يا؟ واذا صبوحي اي مريه مو كان عندها كم الف ممكن تسوي ام عدنان. ابو سعود شغله تخبر قبل لحد غسله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. شوف عيني سموري ما اروح وياك ما اروح وياك حتى لو تحملني ذهب. قضيه شنو هالقلب المفاجئه هاي؟ لا مو قلبه اكيد تكذب لي بورطه. لا يا لا لا شغله تخبر. شنو هلاو؟ يلا شو صار بيس بس بس. لا يا بلا انا هاي المريه ما اشتغل وياها وبعدين هي هاي المريه ما تريدني انا اشتغل وياها. لا 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 بالعكس قالت اذا صاحبك ما يجي الشغله ما ترام. دعت سعودي. زين تالي النتيجه شلون؟ انا مشمول وياكم؟ صبوحي بعيني تجيك النتيجه. قلت انا زين اروح بس بشرط. قول. شوف اولا من نروح بالشغله إيه؟ ما تمر على عبد ابو الجرايد. ايوه
ثانيا ما تخرب برجك. ثالثا وقف وقف وقف، شنو اولا ثانيا ثالثا وراح تطلع رابعا بعد؟ ايه تحكي صدق كذي؟ اي طبعا. شنو العلاقة بالشغلة هاي؟ لا 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 بس انتم مصيركم شارة لا بعرضي. وتنشأتم صدق اذا قال عليكم ابو المثل. ايش قال؟ قال اللي باع 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 صبوحي باوع سمونا حبيبي. احنا كل ما نروح بشغلة تروح لعبد ابو الجرايد تخرب برج مالك، من نوصل للشغلة يطلع البرج مقلوبي. تمام. وشنو علاقة بالموضوع؟ انا رايح لحن. كان امطيتي للولد كم ألف دينار وخليتي يشتري له غرفة نوم؟ وأنا اللي معمرتهن بالبنك. أنا من سمعتش قلتي ما عندي، أنا قلت ما عندي وخلينا الولد يحتار. زين أبو سمير، إذا سحبت لك كم ألف أنا أخلي بقدي. أم سمير، أنت تدرين هالأيام غرفة النوم بيش؟ بيش يعني؟ صبحكم الله بالخير. هلا النور. وقعدوا. اشرقت وان ورد. دا تشوفون هاي العلاقة الموجودة قدامكم؟ اه شبيها؟ دباع وشكب بطنهم. هاي ادوية. هاي راح تشتغلون وتكسبون ذهب. مصقبان يا ابا. ايش عندك هالايام مدخل مال ادويه؟ اخاف عندك وكاله مال استيراد. لا عيني، لا مدخل ادويه ولا وكاله استيراد. لا ايش عندك؟ انا راح ادبر لكم الادويه المفقوده بالسوق. امنيا. اهو هم قاموا يسالون هوايه. انا كم مره قايله لكم بشغلنا لا تسالون هوايه، لان الاسئله الهوايه ويا شغلنا ما تصير ابدا 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 ما تصير. حقها المريده تحكي حقها. احنا جاهدين نشتغل عندها. حصلنا كم فلس نعيش بين كل ساعه سالين سؤال كل ساعه. هي ادويه يعني؟ والله انا هاي الشغله اخاف من عندها وما اشتغلها. مسعود انا هم خايف خاف تطلع هاي الادويه ما بيوقع. تالي ما راح تجوزون بس تسالون. انا مو اقول لكم بطلوا من هاي العدله تسالون هوايه. زين هسه المطلوب. المطلوب مين بيكم يعرف انجليزي؟ انجليزي غنى لو قرايه؟ غنى شنو؟ قرايه طبعا. قرايه. سمير سمير سمير. نار بالبنكه بالانجليزي. سمير بالانجليزي. يس يس اوف كورس انت قريت وذ ان انجلش. اناف اناف اناف. كافي. وانت ابو لسان والله حرام. ها شو فهمني بالانجليزي؟ صيني ادبرها. بس انجليزي هل كم كلمه تعلمناها بالمدرسه؟ اي بي سوسر سبون. كافي يزي سوسر وسبون. مو ترعرع ترعرع. ولك يزي خلنا نشوف شغلنا. روح مصقبان احجي. انت راح توقف على الرصيف وانت تبعد بالمخزن. غساء عاني. ابو سعود اوقف على الرصيف؟ اي توقف على الرصيف. وليش يابا؟ اي لان ما تعرف لا تقرا انجليزي ولا تحكي انجليزي، شو اسوي لك؟ اي الرصيف انجليزي. اوف كورس اوف كورس اوف كورس. المخزن هذا وين؟ سالتني أنا بنفسي راح أوديكم للمخزن. ماشي. والمطلوب؟ والمطلوب هسه أجا سؤالكم من مكانه. ماشي. أفرض واحد راح للدكتور. الدكتور شي يسوي؟ يكتب له رجته. ياخذ الرجته وين يروح؟ يروح للصيدلية. راح للصيدلية ده يصرف الدواء وما لقى الدواء وين يروح؟ شفت؟ مستصغرتنا. عبالها ما نفتهم. يلا احكي. شنو ما بيها شيء؟ يروح الصيدلية بلاط الشهداء. يلقى الدواء مكوم واسعار مناسبة. اها وراح الصيدلية بلاط الشهداء وما لقى الدواء وين يروح؟ اوف كورس فايبر جلاس انترناشونال تحسين. يبا شغله ناسكه ومرتبه وبيها ربح. هاش قلتوا؟ ام صقبان انا عندي سؤال واحد.
ما تجوز من سوالفك الا تسال. احنا ايش قلنا؟ مو ماكو اسئله؟ ليش تصيرين عصبيه يا عيني يا ام صقبان؟ سؤال واحد صغير وبس. يلا قول. هاي الادويه منين جبتيها؟ اهوه ما يجوز من سوالفه، لازم يسال. بس انا راح اريح قلبك على هذا السؤال. اخوني هاي الادويه نشتريها بالدولار من السواق اللي رايحين جايين للخارج. هسه افتهمت؟ اوف كورس. اه ايش قلتوا؟ عمي الله يساعدك. شيل ايدك عمي، مش القضيه. ها شنو بيدك؟ شيلي راجيتها مع الطبيب. وش بيها؟ ايش بيها غير دواء؟ ما ظل الصيدليه، ما ظل المستشفى، ما ظل عرف، بس كون القى هالدواء ماكو. قصه ماكو. وبالله عمي بسيطه. اوقف لي هنا دقيقه واجيب لك الدواء. لا مرحبك اجيب لك. وراح تلقى الدواء. اي ليش ما يلقى؟ والله بنكون تلقى الدواء. يا با يا با صدق ارضيك بعد. يا معود الدلل انت عمي. شنو هذا؟ قلت ما هيك عارف ربي وفرجت. شايوز الله يسعدك سموري. هلا هلا ابو سعود. تفضل. شنو خطه يا شاب؟ ما هي القري. قلنا للدكتور يوضح خطه لا ازعل عليه وايد. ماشي زين. ماشي ابقى هنا. وين ابقى علينا؟ ابقى هنا شلون؟ لا ابو سعود هاي تعليمات مصقبان. تجاد وياي تري خلينا نجيب الدواء. يلا اقرأني. هاي رحمة على والديك شكلت عندي. لتنقل شنو؟ بشر 25 اذا مرادها رجعها. صار زين؟ زين. وتقول له يمر على الدكتور يتأكد من الدواء. ماشي حبيبي. لتنجة اعتقد هذا مال فنك ياخذوه بعد الاكل. الله يساعدك استاذ. اهلا اخي. اهلا اهلا وسهلا. تفضل استاذ. تفضل. اهلا وسهلا يا على بيك. تفضل اخوي. تفضل. لي هذا مكتب دلاليه مو؟ اي نعم استاذ. اكيد. اي نعم اخوي. حضرتك ابو سمير الدلال؟ اي انا ابو سمير. يا اهلا وسهلا. شلونك ابو سمير؟ اهلا وسهلا. ما ادري ابو سمير حضرتك صاحب المكتب لو شريك ابو سمير؟ لا اخوي انا ابو سمير. انا ابو المكتب. يعني متاكد؟ اي يعني مو انت يعني مو انا اخاف يعني اتفاهم واقول. لا عزيزي انا ابو سمير صاحب المكتب. جميل ابو سمير جميل. شو اعطيني هويتك خليني اتاكد منها بلا زحمه. اعطيني هويتك. ليش اخوي؟ اكبسها. ابو سمير بالحقيقه انا عندي شغله يمك. نعم. فما ادري ايش عندكم انتم. الدلال اخوي شي عجبك؟ عماره، شقه، مجتمل، بستان، بيت، اي شيء. بستان؟ ابو سمير. نعم. الحقيقه عندي صبغ يخبل. شوف صبغ مال شركه. صبغ؟ اخوي قبل يومين صبغت غسله واحده. شوف شلون كشف. ما تقول لي منو دازك علي؟ صباح منو؟ صباح الخياط. صباح الحلاق. لا اول ما قلت له صبغ عرفت. والله يفيدك ابو سمير. هذا ما مخشوش اصلي وما شركه. يفيدك اخويا. ما يفيدني وانا قررت هم بعد ما اصبغ. بعد شو تريد؟ ليش مو هذا اللي نشتغل بيه احنا ويفيدك؟ والله هذا ما شركه. شوف اخويا عندي انواع هوايه. عندي ازرق احمر بنسرقي فيشرقي اي لون تريده. اخويا المحل مصبوغ وشعري مصبوغ وبعد ما نصبغ اي شباب طنه. تفضل اطلع. ويفيدك؟ ما يفيدني اخويا. واني صباح الخياط صباح الحلاق قال لي روح عليه يفيدك. والله روح اخويا قول له ما يشتري وما يصبغ بعد وما احلق عده بعد. فهمت؟ كيفك اقول لك. تفضل. ايش جايب له صبغ؟ عبالي شو جايب لي؟ استاذ ابو سمير. هم جيت ابو سمير. لا هسه لا تنفعل لا تنفعل لا تنغث. يعني يصعد الضغط عندك لا سامح الله تصير جلطه. ليش تنفعل؟ قول اخويا. اوكي هسه عفنا من الصبغ. نعم. عندي شغله يمك. تفضل. عندي مجتمل يفيدك. وين؟ بطريابين. بطريابين! شنو؟ شنو؟
هاشي ما يصير خليها على حسابي يا ابو فوق ما تعبت انه ابويا لا ما يصير لا ما يصير زين لا على عمي عبر 25 25,000 اي 25,000 مو هواية لا 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 عمي ليش هواية هذا الدواء ما موجود هنا يعني لو انت داز واحد للخارج يشتري لك اياه ايش قد راح تخسر للخارج هواية الكراو هواية ومع ذلك عمي انا ما جاب ركب كيفك لا يا ابا تجيب يا ابا امرنا الله شو نسوي ما تقول لي 25 قلت 25,000 الف طلعا والله هاك هاي 25,000 هاي فلوس الدواء اي الحلاوة يا هو الحلاوة حلاوة النبشي تعبي ايه تريد حلاوة ايه ركم هذا هلستي مثلت شلون ها هاك وير هاي دخلتني خذني بس شوف عمي حتى تشوفنا ثقة تاخذ الادوية نعم تروح للدكتور تتأكد مضبوط اذا صار عندك اشكال ترجع تلقاني مزروع هنا على الرصيف عافية خوش ثقة تبين الله وياك انت من وشك تبين طيب قاعد يعني. الله وياك عمي اروح انا ابوي الله وياك يا الله, الله. مو قلت ليش ما راح يجي ماما اكيد راح يشوف امه وابوه هي خطيه مو امه وابوه بالمواصل سود علي ايش بيك اكيد يجمعون الفلوس يدبروا له النام بس لا تبقين دافعين عنه اسالي والله حكيت شي قلت شي مو تريد تحت الموضوع شربي شاي شو سكتي